أنا لطيفة. ألو. مرحبا لطيفة. ألو صباح النور. صباح الخير. صباح الخيرات. كيف حالك لطيفة؟ صباح بيبا. لبس عليك وش مزيان. عليك. صحيح كيفك؟ كيف قيسي؟ بس شويه الحمد لله كنت مسافره وتوحشتكم بزاف بزاف. بصحه وراحه بصحه كاع الناس اللي سافروا واللي سمعوا بالعطله ديالهم. صحتكم وراحتكم تستحقوا تستاهلوا. صح الشمس المراكش الحاره الجميله. أمينتي الحاره 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 ولكن الجميله اختي امين. جميل عاد الليل عاد الليل بنهار كتنعس بحلم كي قدرتي تنعس. جميل جميل. المهم اختي امين باش ما نطولش عليكم معنا. المهم توحشتك بزاف ياك. مرحبا الله يبارك. نبدا بترحب بالاخت هدى. الله يبارك فيك لطيفة. بترحب بها واحد ترحاب وبنقول لها شوفي زعما انا راني معاكم زعما مرحبا بك معانا. مرحبا بك لا هدى. انا كنت نقول لك ترحيب خاص باش هي مرحبا بك معانا. فين هي الدقه المراكشيه؟ نديرها ولكن بعيدة عليا. تسالي لطيفة. شكرا لك لطيفة. شكرا لك. لا يخيبنا معاكم. مرحبا بك وراكي غادية مزيان حبيبة هدى. ربي يخليك لطيفة. الله يبارك فيك. انا غادي نقدم لك واحد سمعتكم البارح قلت واحد هاي الدقه المراكشيه لطيفة. نرحبوا بك يا لطيفة وبهدى. شكون بهالي شكون؟ واو شوفي قولي المخرجة زنوبة اللي تنحمق عليها تا هي صوت جميل. زنوبة تا هي صوت جميل جدا وتا هي أجمل راه شفتها. هند هنودة كلكم كلكم انتوما بلا ما نزيد باش ما نعيقش. المهم صافي مرحبا بك هاد الدقة المراكشية كنشكركم عليها وكنقدمها لكم بجوج انتي وهدى. وحنا حتى هنا تقدموا عليك وناس ديال مراكش والناس ديال المغاربة كاملين اللي كيسمعوا لينا. تفضلي لالا لطيفة. مرحبا. أنا عندي سمعت واحد السيدة البارح بغات باتك سهلة بيتزا عطيتكم وحده شحال عندي وحده كنديرها راكي عرفتيني انا ما تنعطيش شي حاجه اللي ما هذه كنديرها كوتيديانمون مع الوليد عزيز. طيب راه تاخذها معك هدى واخا تجبدها معايا هدى ان شاء الله. غنعطيكم باطا بيتزا وغنعطيكم كما طلبتي ذاك النهار اختي امينه وقلتوا بغيتوا شي سلاد لابلاج اللي كتشري لابلاج وغنعطيكم معاها المايونيز ديال الدار ما تاخذوش المايونيز الزنقه. واخا كنت عطيتها شحال هذه ولكن ما تسجلاتش لان كانت هذه كانت دوزاتها ليا هدى كنت سولتها عليها هدى ليا ديري تحيه ليها وقالت لي تبارك الله عليك راه مزيانه كتجي مزيانه داكشي باش تشجعت كنت عطيتها وكنت سولتها راه كنت باقيه كتعقلي. المهم انا غنعطيها لكم واخا نبداو قبل قبل اونتر بارونتيز واحد السيده كانت عيطت انت زنت انا الله يحسن عوانك اختي امينه كنهز لك لان بزاف وردينا الفقره ديال الكتب اللي كتقراي وكتعطينا ان شاء الله اكيد غترجع دابا الصيف قلنا نكونوا خفاف عليكم ان شاء الله ولكن كتعجبنا بزاف ديك الفقره وخا كتبينتي فيها زعما عارفين. المهم واحد السيده كانت طلبتك على واحد الماسك ديال اليد كنت عطيته ديال القهوه ولكن انت حسن عوانك بقيتي كتهضري ونسيتي ولا المهم الله يحسن العوان. غير غادي دغيا نعاودوا لها فيت في القهوه كنت قلت القهوه هذاك التخت ديال القهوه مع فريره الحليب صافي تحك به يديها كانت طلباتك باش تعاودي ليها هذا تيصلاح اليد باش كينعمها كينعم اليد تقدروا تديروا حتى رجليها كوم كوماج صافي انا غير بغيت نعاودوا لها شي متيزنيت ولا ما عرف. وبالنسبه لكاليط راه كيجيو اللي عطات واحد السيده كانت عطاتهم لك واحد السيده كيجيو رائعين تنقول للناس غير ديروهم انا كنديرهم تقريبا كل مره هاد غير انا كان اللي بغاو يضيف فيهم البودره اللوز الكاكاو يضيفوا جربتيهم ويعجبوك لا كيجوني رائعين ايوا بصحتك وراحتك رائعين لي قالت بصحتك وراحتك لطيفه. المهم نعطيكم لاباط بيتزا هادي مزيانه سهله فيها عندك فيها قولي نص كيلو ديال الدقيق الابيض كديري بيضه بيضة هدى نص كاس ديال الزيت العود نص كاس هذاك زيت العود وي هي اللي كتقاد البيتزا راه كاين الوصفة اللي كنت عطيت واحد العام اخر كنت كندير فيها كاس ديال زيت العود دابا هذه فيها نص كاس ديال زيت العود لان ماشي صغير واخا نص كاس ديال زيت العود كنديروا هادشي كنخلطوا شوية الملحة شوية الابزار شوية ديال الزعتر ضروري نحكوه باش كنجمعوا هاد لا بيتزا كنجمعوها بالحليب في عواد الماء نديروا الحليب لا ما نجمعوهاش بالماء ملي كتجمع الماء كتجي شويه بغيزه كتجي بحال قاصحه شويه كنجمعوها بالحليب كنبقاو نجمعوا حتى كنحصلوا على واحد العجينه راه ما تكونش قاصحه ما تكونش كاع مطلوقه يعني مطلوقه مزيان مطلوقه مزيان تجينا في يدينا
بلا ما ندلكوها بلا ما والو، غير نجمعوها بين يدينا مزيان مزيان نديروها فيلم اليمونتير نديروها في الثلاجة. اختي هدى هاد هاد لاباط هادي راه كتعطيك تقريبا شي 3 بول ولا 4 بول على حساب البيتزا اللي غديري، يعني بيتزات متوسطين في الحجم ديالهم. اه كتعطيك تقدر تخشيهم في الكونجيلاتور باش ما بغا ولدك ولا بنتك ولا اي واحد بغا شي حاجة كتجبديها. لا حط واحد الحاجة لطيفة ما فيهاش الخميرة البيتزا. فيها الخميرة باغدون نعطيك هدى الخميرة ديال الدار. الخميرة ديال الدار فقط. صافي فقط. واحد شوية جد معلقة صغيرة. واخا نديروها يعني في الكونجيلاتور ما كت. لا انا درتها كنديرها قلت لك هذه اختي هدى كنديرها انا كوتيديان ما تخافي ما والو. كديري القياس ديال السيمانه وكتبقاي تجبدي مره مره. ديري السيمانه كتبقى كتجبدي كديريها ودابا راه كيتباعوا واحد هادو الغطران ديال البيتزا ديال البديع. هو فاش كنديرها انا دابا جربتها يشريوهم اللي عنده اللي ما عندوش يديرها في الطاوه عاديه. هو مدور ديال البديع كيدخل في الفرن كديري على حسابها على قياسك تطلقيها بدلك كتجي رائعه كطيبي فيها نص طيبه تقريبا شويه كتخرجيها وباش تجي البيتزا زوينه. انا مش حال هذه كتجي رائعه ملي كطيبيها نص طيبه وكتخرجيها كدهنيها بواحد جوج فرماجات اما 30 اما 40 حسب السمك ديال البيتزا شحال فيها الا كانت كبيره تقدري ديري ثلاثه الفرماجات. طيب نص طيبه وندهنوها بالفرماج ملي كتخرج كدهنيها بالفرماج داك المثلث ولا المربع. شنو كيدير ليها هذا الفرماج؟ كتجي رائعه ماشي ديري لاصوص ديريكت. ديري الفرماج دابور عاد ديري لاصوص طوماط عاد تعمري باش داك الشيء باش ما بغيتي تعمري. تبارك الله عليك. وبالنسبه للبيتزا فاش نطلقوها ونبغيو ندخلوها الفرن نتقبوها بيان سور. اه وي بيان سور تتقب كامل الشوكه. واضح لطيفه. هذه كانت العجينه ديال البيتزا. قلتي لنا ايضا شنو غتعطينا؟ غنعطيكم سلطه لابلاج. لابلاج ملي كيجيو المهم هذه اكثر كتكال في الصيف. واخا زوينه تديها في دي بواط ديرها في هذيك الحقيبه ديال التلج. واخا ناخذها من عندك بسرعه. بسرعه بسرعه غنعطيكم هي والمايونيز دغيا. عندك غادي تسلقي اللي حاجه اللي غتسلقي هي هذاك الروز. تسلقي الروز صافي غتسلقيه مع شويه الملح وتخليه اباغ. اللي بغى يضيف ذاك واحد الروز ما بغيتش نقول سميتو واحد القمح كيتباع راه عارفاه اختي امينه. واحد القمح تيتباع في واحد لي بواط ديال الكرتون المهم راه معروف بغي كيطيب هذاك عنده 5 دقائق. المهم باش نسهلوا على الناس نقولوا لهم الروز فقط راه معروف هذا القمح معروف كاين في لي سوبر مارشي وكاين اكيد غيكونوا المستمعات عارفوا حتى هو معروف معروف وزوين وكيجي بنين. ايه شنو نديروا معاه؟ حتى هو تسلقيه بشويه الملح وتخليه اباغ دوك طي صافي. اش كديري؟ كتشدي هذاك الروز دابا البوطه اللي غتدي مثلا كتفرقي لي بوط على الوليدات وداك الشيء كديري واحد البوطه كديري فيها الروز ياك ملح وكل شيء كديري فوق منها داك داك القمح ياك باش نعقل حيت ما مسجلاش هذا الشيء. دابا تنقول لك كديري القمح كتشدي البيض البيض كيكون مسلوق كتحكيه فوق منه بيض مسلوق محكوك كدير واحد الخويط ديال زيت العود خويط واحد الخويط زيت العود شنو اخر شنو اخر كدير يا لاله المايس نسيتو اللي مهمه بزاف بطاطا مسلوقه كتسلقي واحد جوج على حسب لا كونتيتي ديال الناس اللي عندكم على البطاطا هي اللي يعني على حسب الكميه اللي بغينا نسلقها بطاطا مسلوقه كتسلقيها كتحك تخليها تبرد شويه وتحك بحال البيض كتحك هي الاولى كديرها في لاباز لاباز هي البطاطا فوق منها الرز فوق منها داك القمح فوق منها البيض اللي كيبغي هذاك قول لي كاشير كاين واحد كاشير كيتباع في العلب ديال بحال الحديد هذاك انا جو بريفير انا هذاك احسن داك الاخر تيحكو حتى هو اللي كيبغي اللي ما كيبغيش. دونك هذه غتجي سلاد على شكل طبقات غنبداو بالرز غنديرو من بعد منه لا اولا البطاطا الرز البيض ومن بعد نديرو الكاشير هذا اختياري وكنديرو الزيتون كنديرو المايس كنديروا اللي بغى يحمض كيدير شويه الكورنيشون كيقردو رقيق ياك صافي واللي كيتقن هذا الشيء هو الطون. الطون كيدير من الفوق لان هو الطون مع البطاطا مع الروز كيجي رائع. هذه معروفه اللي ما بغاش اختي الطون ما تياكلوش يدير الطريفات ديال الدجاج يحمرهم نامبورت كيل فاسون المهم يحمرهم صافي كيطلق داك الشيء صافي من بعد جينا المايونيز هي اللي كتصاوب كل شيء. نسيت اختي هدى دير واحد الخويط ماشي خويط صغير من الفوق خويط نيت غادي نكب واحد المعلقه كبيره نيت غندورو زيت العود زيت العود نديرو زيت العود من الفوق مزيان ياك من بعد كنمشيو اختي هدى غادي تسجليها الناس غادي تعجبهم لان تنديرها بزاف وصحيه غنشدو بيضه في الخلاط هذا المايونيز بيضه في الخلاط الكهربائي كنزيدو عليها بطاطا مسلوقه دونك بيضه وحده زائد بطاطا مسلوقه وي في الخلاط هذا الشيء انا ماشي ما غاديش نقول لهم بقاو يزيدوا الزيت هذه سهله بيضه بطاطا مسلوقه واخا بيضه خضراء ما يتعجبوش لان كتكال كتبقى في الثلاجه واحد 4 ايام 5 ايام وكيستهلكوها الوليدات الضيق كتخلوها في المايونيز صافي البيض بطاطا مليحه
الخل تقريبا واحد جوج واحد معلقه كبيره ولا جوج معالق كبار الخل ديريكتومون تتديرا ولا معلقه كبيره باش ما يفرقت ليناش هذاك البيض مع سميتو معلقه كنديروا جهد واحد ربع كاس ديال الزيت العاديه في الاول صافي ومليحه كنديروا غير مليحه في الاول ولا ما نديروش البزار من الاول كنديروا مليحه كنبداو نخلطوا كنخلطوا كلشي كيتخلط البطاطا كنكونوا قطعناها كتكون باقي سخونه داكشي كتكون دغيا كنخلطوا هاد المكونات كاملين كيتخلطوا انت كتخلطي انت كتزيدي تقريبا جهد ما انا كنبغيش ندير فيها الزيت العاديه بزاف كي هذه دغيا مع البطاطا كتجي صحيه وزينه كتزيدي جهد ديك ربع كاس اخر ديال الزيت انت كطحني ولا كاع الا كثرتي واحد نص كاس كتبقاي انت كطحني غير كتشوفيها عقدات كتذوقي الملحه الا كانت باقي دونك نزيدو الكاس ديال الزيت تدريجيا يعني. ماشي كاس ولا نص كاس لا ماشي كاس لا كاس نصف كاس نصف كاس اي تقطع الخط الملكه جاب الله بعدا خدينا المقادير كلهم ديال المايونيز وعطاتنا ايضا الوصفات اللي غادي تلقاوهم